على أن وولتر بواليا يعود غدا إلى القاهرة بعدما ساهم في بقاء نادي السيلية القطري في الدوري الممتاز. عندهم سيستم كده إن الاتنين الأخارة الأخير خالص ينزل والأول تحت يصعد، والتاني من تحت والتاني من ال... من التاني في تاني الجدول من تحت في الدوري الممتاز مع اللي محتل المركز التاني في الصعود، الاتنين يلعبوا مع بعض واللي يفوز يقعد. فكان السيلية وساهم وولتر بواليا في بقاء نادي السيلية القطري في الدوري الممتاز، وأكد لصديقنا الغالي مصدرنا في قطر على أنه سيعود إلى القاهرة، سيعود إلى القاهرة و ليه طلب إنه يطلب من النادي الأهلي العودة إلى السيلية القطري، العودة إلى السيلية القطري، يعني فهمني هو حابب إنه يرجع تاني نادي السيلية القطري، ومش حابب إن هو يعني قالك لو الأهلي مش عاوزني هرجع على السيلية القطري. الله يحفظك، هرجع تاني على السيلية القطري. فهو عاوز يرجع للسيلية القطري. في هذا الإطار أود التنويه إلى موضوع مهم جدا أنا اتكلمت فيه وعدد آخر من المواقع الإعلامية ومن الصحف ومن اليوتيوبرز وكده اتكلموا فيه، وهي أن مفاوضات نادي الريان مع بيتسو موسيماني. مفاوضات نادي الريان أنا لما قلتها الصبح قلت إن مصادر مقربة من إدارة نادي الريان، مصادر مقربة من إدارة نادي الريان، وربطوا بين ذلك وبين تغريدة مويرا موسيماني إن في حدث مهم جدا ينتظر بيتسو موسيماني خلال الأيام القادمة، وحكاية ورواية، وربطوا بين زيارته إلى الدوحة بحجة الاطمئنان على أكرم توفيق. وفي النهاية نحن نجتهد والآخرين يجتهدون، لكن خرج تصريح رسمي من الأستاذ حمد العنزي الممثل الإعلامي لنادي الريان نفى فيه أي مفاوضات بين نادي الريان وبين بيتسو موسيمين. لكن في كل الأحوال الأيام جاية وهنشوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيجرى، والواحد ما بياخدش الموضوع على أعصابه خالص خالص. أنت بتجتهد إعلاميا كل يوم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله مشهود لنا بالتميز وبالانفرادات وبالأمانة وبالمهنية وبالمواقف الثابتة وبالرجولة وبالجدعنة وكل حاجة حلوة وباللسان العفيف وكده يعني. فبالآخر إحنا بنجتهد وغيرنا بيجتهد، وارد ان انا يعني حاجه تقلش مني، لكن انا بقول ايه؟ مصادر مقربه من اداره الريان. لا قلت لك مثلا زي ما كان بتسوماني موسيماني جاي النادي الاهلي وكل مصر ماشيه في حته وانا ماشي في حته وبقول لك ان موسيماني جاي، موسيماني العقود راحت له، موسيماني واصل الخميس، الخطيب كلم متسبي مش عارف ايه، العقد هيبقى كذا، الدنيا كده يعني. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا، ويكفيني ويكفيني رضاء المولى تبارك وتعالى وهذه الملايين التي تتابعنا والتي تدعمنا على مدار سنوات طويلة. قد نصيب وقد نخطئ، ولكن يكفي أننا في برنامج على السوشيال ميديا نحرك الرأي العام باجتهادنا الصحفي وبالأمانة التي نتحرك من خلال غيرنا. يقعد يشتم يشتم، تلقح لقح، لا قيمة لك، لا قيمة لك خالص، ولا تحط حد في دماغك. ليه بقى؟ الغزالة رايقة. والله الغزالة رايقة. رايقة ليه؟ ربنا أنصفك بعد 4 سنين إن الآخر ربنا لم يمكنه منك، إن الآخر ربنا لم يمكنه منك، قضايا فوق 1000 قضية وربنا لم يمكنه منك. أنت عاوز نعمة أكبر من كده؟ عاوز نعمة أكبر من كده؟ عاوز حمد وشكر لله على هذه النعمة؟ ده فضل ونعمة من ربنا، فضل ونعمة من ربنا. وانا قلت امبارح، قلت ان في ناس كانوا تعرفت عليهم من خلال اللايفات دي ودخلوا بيتهم وزوجاتهم واطفالهم وبين اصدقاء واخوات، واخرين بقوا اخواتي رغم ان ما دخلوش البيت لكن كان عيشوا ملح بره وتقابلنا وخدموني وخدمتهم وكل حاجة حلوة، وتعرفت على عيالهم وهكذا. فدي امور حلوة، الحمد لله والشكر لله. الاسم اللي انتوا بتكتبوه ده انا ما اعرفوش ولغيته من حياتي نهائيا، والله العظيم والله ما بهزر. واي حاجة يعملها يعمل، ما بفرقش معاي خلاص خلاص. لما واحد يطلع يجرح في حد واكل معيش وملح خلاص بلغيه من حياتي، يعمل بقى اللي يعمله ماليش علاقة. الله يسهل ويرزقه ويحفظه ويبارك في عياله وكل حاجة، لكن لما تتوجع تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بس وخلاص.
وانا مش ماشي غير بحسب الله ونعم الوكيل في حياتي كلها، لا برد اساءة ولا هرد على اساءة، ماشي؟ لكن بفضل الله بفضل الله بفضل الله، الجماهير العظيمة المحترمة اللي بتدعمنا وتساندنا وفي مقدمتها جماهير النادي الاهلي على مدار سنوات. وعاوز برضه اوضح حاجة، لان كان هنا حد كاتب دلوقتي حاجة، انت شغال عند الخطيب. انا لا شغال عند الخطيب ولا شغال عند النادي الاهلي ولا شغال في اي حاجة لها علاقة بالنادي الاهلي، لا قناة ولا مجلة ولا منظومة اعلامية ولا اي حاجة، لكن احب الاهلي واحترمه واحترم رموزه واحترم جماهيره وادافع عن النادي الاهلي وادافع عن التطاول على الكابتن محمود الخطيب، وارى ان الكابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير كره القدم في الاخلاق. يمكنك انك تقدمه نموذج للناس زي ما يمكنك انك تقدم حسن شحاته كنموذج للناس، كده لازم تقدم القدوه للناس زي ما يمكنك انك انت تقدم مصطفى عبده كنموذج وقدوه للشباب، زي ما يمكنك انك انت تقدم كابتن حازم امام كنموذج وقدوه للشباب، على الاقل في عفه اللسان، على الاقل في الادب، في الشياكه، في الاحترام، في الاخلاق، في الروح الرياضيه، في المحبه. احكي لكم موقف هنا لكابتن مصطفى عبد. كنا شغالين كابتن مصطفى عبد وانا والكابتن عصام عبد المنعم بنعمل الفقره الرياضيه اثناء كاس الامم الافريقيه في برنامج شهير جدا كان على التلفزيون المصري اللي اسمه البيت بيت. عاد هذا كان صديقي الاستاذ عمرو هو اللي بيعمله، احنا عملناه بس اثناء كاس الامم. ف عمرو كمال في اخبار الرياضه هو اللي كان بيعمله، احنا عملناه الشهر ده بس. كان اخو الاستاذ عبد الله كمال واخونا العزيز والفاضل يعني في اخبار الرياضه، ربنا يبارك له ويسعده. فاثناء الفتره دي حدث موضوع الازمه بتاعت حسن شحاته مع ميدو بسبب عمرو زكي في مباراه السنغال وبتاع. اول واحد جاله تليفون وقال له حسن كان كابتن مصطفى عبد. جاله تليفون من زوجة الكابتن حسن شحاتة، الحق حسن يا كابتن مصطفى. فرحنا له على ست ستارز كان المنتخب نازل هنا، ماشي، وطلع له وبتاع، كان مصمم ياخد هدومه ويمشي عشان كان في ضغوط عليه ان هو يسامح ميد، كان في ضغوط عليه انه يسامح، رفض انه يسامح ميد وقال لك لا مش هيلعب، يعني مش هيلعب، طب ينزل الملعب يعتذر ويلف مش هينزل مش عارف، لا خلاص هو موقوف موقوف، فهمنا؟ طلبت مين؟ مصطفى عبد. فالعلاقات الأخوية والمحبة بين رموز الأهلي ورموز الزمالك موجودة منذ الأزل، والأساس في العلاقات الرياضية هي الأخوة والمحبة. فلما بنتكلم على كابتن محمود الخطيب بنتكلم عنه لأنه نموذج أخلاقي. في الإدارة هيصيب وهيخطئ عادي، قرار ده أصاب فيه، قرار ده أخطأ فيه، نستوني حاجة والله بس أنتوا فكرتوني بيه. أفراح الخطيب، الخطيب دلوقتي بيتشاور مع زملائه في مجلس الإدارة إنه يعملوا يعني كده إيه أسبوع أفراح، يعلقوا الكهارب والحكاية والرواية كده للاحتفال بعمالقة الصلاة في كرة اليد الذين يتأهلوا إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك في النايك، لأبطال أفريقيا في الكرة الطائرة الذين عادوا من تونس الشقيقة تونس الخضراء بالفوز على الترجي والفوز ببطولة أفريقيا، على رجال السلة اللي تغلبوا على سيد البلد نادي الاتحاد السكندري والفوز بدوري السلة. قال لك عاوزين نكرمهم هم الثلاث، وهو بتشاور كده مع زمايله النهارده قالوا له طيب ما نخلي كل ده بعد النهائي يا كابتن، قال لهم هو بعد النهائي ان شاء الله، قالوا له لو الكره كسبت ممكن نعمل حفل للفرق الجماعيه كلها، يبقى كره والعاب اخرى. ليه بقى؟ عشان الناس ما يجوش يقولوا مين ملوك الصلاه، نقول لهم ملوك الصلاه اهو، يبقى الاحتفال ببطل افريقيا وملوك الصلاه اللي هم الفرق الثلاثه دول. ايوه الطايره الاهلي كسب الطايره امبارح، ايوه يا عم، وكان معاهم والله ما عرفت انه معاهم غير من الصور محمد الضماطي عضو مجلس اداره، شايفه بالصور ايه فرحان ومنور ومزقطط، رغم ان انا كنت عارف ان اللي مسافر حد غيره يعني، لكن طلع هو اللي مسافر واحتفلوا يعني. فمبروك للنادي الاهلي ومبروك لكل الناس. ولازم نقول حاجه، واحنا بنحمد ربنا او احنا بنقول كل الكلام ده لازم نقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع لله رفعه. عمري ما اتكلمت على نفسي ولا على الصمود قدام مرتضى ولا على عدد القضايا ولا على البلاوي اللي احنا شفناها ولا على المتاعب ولا على الالام. امبارح بس اديتكم نبذه كده عن سياده العميد ايهاب حسين رئيس مباحث المرور في القاهره، لما انا بس رحت ارخص والازمه ولازم اروح لسيادته هناك في اداره المرور في الدراسه وامين شرطه ياخدني يوديني، وانت رايح تعمل حاجه في المرور عشان جزء بسيط، عشان امر بسيط، فهمني انت ازاي؟ ما بالك بقى بباقي الامور الصعبه الكبيره الموجعه المؤلمه اللي سببت لك حاجات جوه نفسك، ما باقي بالك بالضغوط النفسيه والعصبيه على اولادك واهل بيتك، ماشي؟ فعشان كده بقى اقول لك النهارده انا مبسوط بانتهاء الصراع القانوني ده، مبسوط جدا. ولما جيت اشكر شكرت ربنا، شكرت جمهوري على السوشيال ميديا، شكرت
اخويا الكبير الغالي الحاج مجدي العتال، والدكتور كمال شعيب وكل زملائه في مكتبه، كل المحامين في زملائه. وشكرت الاستاذ طارق جميل سعيد اللي وقف معايا فتره طويله الى حين تعرضه لمشاكل. وفي صديق اخر هو صديق الاستاذ جمال محرم ايضا، ولكن ده كان يعني مختص بالملف الشخصي اللي خاص بي انا بره القضايا بتاعت مرتضى، يعني لان يعني في حاجات تانية بتقابلك في السكه. وتعرضنا لخيانه، وتعرضنا لسرقه، وتعرضنا لهاكرز، وتعرضنا لبلاوي كتيره، وصمدنا وقلنا الحمد لله الحمد لله. لازم تحمد ربنا، لان من حمده زاده ولئن شكرتم لازيدنكم. واحنا بنحمد ربنا وبنشكره على كل اللي تعرضنا ليه، ويبقى ان كل ده انت بتعمله بنيه ايه؟ بنيه انك واقف قدام حاجه غلط. بس دمتم في امان الله وحفظكم الله من كل مكروه وسوء. السلام عليكم.